1 2 3 في فرشني تحية زايا. نشكر منتخب الجزائر على المباراة اللي قدموها، قدموا مباراة شابة من كبير لصغير، مبروك علينا، ونهدوا هذا الفوز للمنتخب الفلسطيني، ونقولوا للمنتخب التونسي نقولوا حتى أوفر إن شاء الله، ولعقوب النجاح أخرى إن شاء الله، ولعقوب الله كوب دافريك وكأس العالم، 1 2 3 في فرشني.